تفتكر باباك ومامتك هيلاقوا لهم شغل؟ طب هما وهيلاقوا العسل بقى، مش ناوي يشتغل ولا ايه؟ ايه؟ انا هشتغل؟ لا عيب، ما تقوليش كده، اصل البلد دلوقتي محتاجه كل مخلص ومخلصه عشان تسترد مجدها من تاني. انت عندك حق والله، بس تفتكر ايه ممكن يتعمل؟ ياه، من جهه اللي يتعمل فيتعمل كتير قوي. سيبوا الموضوع ده عليا. خلاص اتفقنا، من بكره نتكل على الله. اوكي يلا على الله. السلام عليكم. شاكرين قوي بجد، ميرسي يا جماعه. ميرسي يا رامي. مع السلامه. مع السلامة. مع السلامة. باي أميرة. السلام عليكم. باي باي. بقول لك سلمي. باي يا كارلا. باي حبيبتي. سلام عليكم. باي. أشوفك بكرة بقى. آه طبعا يا أختي. المضطر يركب الصعب. أنت متأكدة يا كارلا؟ أنا هعمل إيه في بنك؟ أنا تخصص مصريات يا حبيبتي. والنبي ما تفقعيني على الصبح، في حد يجي له فرصة يشتغل في بنك ويقول لأ؟ ده الناس بتدفع بال100,000 عشان شغلانة زي دي. بيدفعوا؟ ليه؟ ولمين؟ بيدفعوا لسانتا عشان يجيب لهم الوظيفة دي في الشوال في الكريسماس. يا ستي حد يلاقي؟ غريبة بجد. أهلا أهلا يا مدام أميرة، نورت البنك. بنك إيه؟ نورت القطاع المصرفي كله. على فكرة مدام كارلا قالت لي في حق الكلام هايل جدا، إن شاء الله تنبسطي معانا هنا في البنك. هو بس في الأول هيبقى فيه فترة اختبار، تيست يعني لغاية ما تتثبتي، وبعد كده هتنوري البنك وكل الناس اللي فيه. أنا والله مش عارفة أقول لحضرتك إيه على الاستقبال الهايل ده، بجد يا رب أكون عند حسن ظنك. نار اسود، في ايه؟ ايه ده؟ لا لا لا، مفيش حاجة، ما تخافيش، مفيش أي حاجة، دي حاجة بسيطة خالص، دول بيحاولوا يسرقوا البنك. ايه افندم، بيسرقوا ايه؟ دي عصابة شيك قوي، مكونة من شباب مثقف وطموح، ساكنين في الشارع اللي ورا البنك على طول. على فكرة الشباب دول بقالهم شهرين تقريبا بيحاولوا يسرقوا البنك كل يوم، لكن للأسف في كل مرة بيفشلوا. ما تخافيش، حتى المرة دي مش هيقدروا يعملوا حاجة، صدقين مش هيعرفوا يعملوا حاجة. شمه، انا شمه ريحه غاز. دول مش بيسرقوا البنك، دول بيحرقوا البنك. بيحرقوا البنك يا حضرتك يا ستي. لا انت اللي اعصابي خفيفه، بس دي مكنه الاي تي ام اللي بتطلع الفلوس. على فكره المكنه دي الشباب الاسبوع اللي فات ضربوا فيها انبوبه غاز، ما جرالهاش اي حاجه. الاسبوع اللي قبله بقى حاولوا يكسروها بالشوم والطوب، وبرده ما حصلش فيها اي حاجه. النهارده بقى جايين عشان يحرقوها بالغاز. قال ايه؟ عشان يعرفوا المكنه دي جواها ايه. لكن صدقيني المكنه دي ما فيهاش فلوس، مش كده وبس، البنك كله اصلا ما فيهوش فلوس. وحتى لو الشباب دول نجحوا وحرقوا البنك وحرقونا معاه، البنك هنا بيصرف تعويضات للورثه كويسه قوي. ما انا بقول لحضرتك واضح ان اعصابك خفيفه. معلش يا بسوني بيه، اميره ما كانتش عايشه معانا. يا سلام. على فكره يا مدام اميره، شغل البنوك اليومين دول بيتطلب اعصاب من حديد، بكره تعودي. قومي قومي يا حبيبتي، يولع البنك اكتر ما هو محروق. قومي يا جماعه، يلا. شكرا شكرا يا جماعه، استنى.